بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. أما بعد، من كتاب صحيح مسلم للإمام الحافظ الحجة أبي الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخه وتلامذته وقراء صحيحه وشراحه في الدارين، آمين. الباب 22 من الكتاب 23 كتاب المساقاة، باب من استسلف شيئا فقضى خيرا منه، وخيركم أحسنكم قضاء. استسلف يعني اقترض، من اقترض يستحب له أن يرد القرض أفضل منه. أمال إيه حديث كل قرض جر نفع فهو ربا يبقى إيه؟ يقول لك كل قرض جر نفع فهو ربا إذا اشترط في العقد القرض أنه يرد بالزيادة، هنا يقع في الربا. لكن إن لم يشترط في العقد عقد القرض يستحب من باب الحسن مكارم الأخلاق أن ترد ما اقترضته بزيادة. يعني أنا أقرضتك 2000 جنيه عشان تقضي حاجة لك، على أن تسددها لي بعد 3 أشهر مثلا، فتأتيني أنت بعد 3 أشهر تديني إيه 1100 جنيه، ما يجراش حاجة، لأن أنا ما شرطتش عليك، أنا ما قلتلكش لابد أما تردها لي تدهاني بزيادة، لم أشرط. عارف لو شرطت عليك وقت القرض يبقى هنا بقى قرض لقرض جر نفع فوري. لكن لو لم اشترط، زي ما انا وقفت جنبك تقوم انت تحسن الاداء، فوانت جاي تجيب لي 1000 جنيه تجيب معاك هديه، واخد بالك، تجيب لي ساعه 1000 جنيه ومعاها ساعه، تجيب لي 1000 جنيه ومعاها مثلا موبايل، ماشي، واخد بالك، يعني اقبلها من باب ايه؟ ان ده حسن الاداء. يبقى حسن الاداء يقتضي انك انت تؤدي في الموعد وافضل مما اقترضت، ادي معنى حسن الاداء. حسن الاداء ان تؤدي في الموعد اللي انت حددته معه، وتؤديه افضل مما اخذت. فهمت بقى ازاي؟ دي كلها من مكارم الاخلاق اللي قل ما تجد الناس تعمل بها الان. يعني الان قل ان تجد انسان يقترض ويرد ما اقترضه اصلا، بقينا في زمان كده، يعني يجي يقترض ويعني بقى حلني بقى، لو بصت ايده ورجليه مش هيجيب لك حاجه اصلا، بقينا في هذا الزمان. لكن شوف الزمان الجميل ايام الصالحين، كان لما يقترض يؤدي، ولما يؤدي يؤدي افضل مما اقترض. فهمت ازاي؟ يؤدي في الموعد وافضل مما اقترض. ادي معنى من استسلف شيئا فقضى خيرا منه، وخيركم احسنكم قضاء. يبقى احسنكم قضاء ايه؟ اي في الموعد وافضل مما اقترض. ادي معنى احسنكم قضاء، في الموعد وافضل مما اقترض. ما لم يكن شرط عند العقد فيكون الزياده ربا، يسموه ربا القرض. باسنادنا المتصل عن مشايخنا جزاهم الله عنا خير للامام مسلم في صحيح الحديث 92 بعد 104,000. قال حدثنا أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن صرح قال أخبرنا ابن وهب عن مالك بن أنس عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي رافع أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم استسلف من رجل بكرا، استسلف يعني اقترضه، استسلف من رجل بكرا. البكر اللي هو في الإبل كالفتى في الايه؟ في البشر. يعني ايه؟ يعني ذكر إبل
صغير في السن بيسموه بكر، كالفتى في البشر. فهمت ازاي؟ ادي البكر. استسلف من رجل بكرا فقدمت، فقدمت عليه ابل من ابل الصدقه، فامر ابا رافع ان يقضي الرجل بكره اللي هو ايه الفتى من الابل ده، يدي له واحد زي سنه، سن الحاجه اللي خدها. فرجع اليه ابو رافع فقال لم اجد فيها الا خيارا رباعيا. رباعيا يعني ايه؟ يعني جمل كبير في السن ضخم، يعني سنه 7 سنين، دخل في السنة السابعة. البكر ده يعني في السنة الثالثة حاجة كده يعني. فبيقول أنا مش لاقي إيه بكر، أنا ما عنديش إلا أفضل منه رباعيا. فقال أعطيه إياه، إن خيار الناس أحسنهم قضاء. النبي لما استسلف البكر، طب ياخده من يرده من الصدقه؟ طب ما الصدقه دي ما هو دلوقتي مش ملك النبي، مش كده برضه؟ صدقه، فازاي يرد النبي من مال الصدقه؟ قال في روايه ثانيه بقى اشتري له من مال الصدقه بكرا ورده اليه، يعني يدفع ثمنه في الصدقه. فهم؟ في روايه ثانيه كانه امر ابا رافع ان يبحث عن بكر في اموال الصدقه فيشتريه النبي بالمال ويرد البكر الى، في روايات ثانيه بقى. فهمت؟ فتحل لنا الاشكال. او ممكن نفهمها بطريقه اخرى، ان النبي استسلف البكر وتصدق به على مسلم. فهمت ازاي؟ استسلفه وتصدق به على المسلم على ان ياتيه من مال الصدقه فيرد هذا السلف، لأن أصلا ما أخذه تصدق به. فهمت بقى؟ يحتمل المعنى ده ويحتمل المعنى ده. وعن أبي قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا خالد بن مخلد عن محمد بن جعفر قال سمعت زيد بن أسلم قال أخبرنا عطاء بن يسار عن أبي رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال استسلف رسول الله صلى الله عليه وسلم بكرا بمثله، غير أنه قال فإن خير عباد الله أحسنهم قضاء. والقضاء هو أداء ما عليه من دين في موعده وأفضل مما أخذ. وعن أبي قال حدثنا محمد بن بشار ابن عثمان العبدي قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سلمة ابن كهيل عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان لرجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم حق اللي هو الدين يعني، فأغلظ له يعني طلبه بطريقة لا تليق، يعني راح بقى يطلب الحق بتاعه اللي عند النبي بطريقة لا تليق بألفاظ غليظة، ايه انتوا هتاكلونا ولا ايه؟ فين الحاجات اللي انتوا، او بصوت مرتفع او شيء يعني بطريقة لا تليق. كويس؟ فأغلظ له، فهم به أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن لصاحب الحق مقالا، اعذروه، هو خايف لحقه يضيع فخليه فضفض شوية، إن لصاحب الحق مقالا. النبي كان يتحمل إزاء الخلق طالما لا يقصدوا إزاء شخصه الشريف، طبعهم كده لأنهم كانوا نشأوا في البادية ومن بدا فقد جفى، فاللي بينشأ في البادية بيبقى جافي الطبع شوية، صوته عالي ما يعرفش يتخير الألفاظ اللي تليق، يعامل الناس معاملة ما فيهاش نوع من الأدب. فالنبي كان يعذرهم لأنهم اتربوا على كده، يقولوا إيه من بدا فقد جفا، يبقى عنده نوع من الجفا. فأغلظ له، فهم به أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن لصاحب الحق ما قال، فقال لهم اشتروا له سنا. شوف أقول الرواية دي اشتروه، يبقى في الرواية انه بيشتري من مال الصدقة يدفع ثمنه وبعدين بعد كده يقضي بيه. اشتروا له سنا فأعطوه إياه، فقالوا إنا لا نجد إلا سنا هو خير من سنه، قال فاشتروه فأعطوه إياه فإن من خيركم أو خيركم أحسنكم قضاء. وعن أبي قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا وكيع عن علي بن صالح عن سلمة بن كهيل عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال استقرض رسول الله صلى الله عليه وسلم سنا ف
فأعطى سنا فوقه وقال خياركم محاسنكم قضاء. وعن أبي قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا سفيان عن سلمة بن كهيل عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل يتقاضى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعيرا فقال أعطوه سنا فوق سنه وقال خيركم أحسنكم قضاء. باب جواز بيع الحيوان بالحيوان من جنسه متفاضلا. احنا قلنا هل الحيوان جنس ربوي ولا مش جنس ربوي؟ هو لو كان جنس ربوي يبقى لو كنا حبيب حيوان بنفس الحيوان من نوعه يبقى لازم ايه التماثل في الوزن، مش كده برضو؟ والا يقع في الربا. هبيع حيوان بحيوان من جنسه، هبيع شاة بشاة، هبيع جمل بجمل. فهمت بقى ازاي؟ هل هو جنس ربوي فلا بد من شرط التماثل، ولا الحيوان ليس جنس ربوي لكن لما يذبح صار لحما فاللحم مطعوم يبقى جنس ربوي؟ فهمت ازاي؟ لكن طول ما هو حيوان بيمشي كده ده مش مأكول، ده مركوب، مش كده برضو؟ الحيوان طول ما هو ماشي مركوب مش مأكول، لكن لو ذبح وصار لحما صار مأكولا. فيبقى لما يبقى مذبوح ولحم يبقى جنس ربوي لأنه مطعوم وموزون عند من قال أقل بالوزن، مش كده برضو؟ الأحناف. هو مطعوم عند الشافعية يبقى جنس ربوي عند الشافعية، وليس جنسا ربويا عند المالكية أصلا، لأن اللحم لا يقتات ولا يدخر. فهمت بقى؟ عندهم قوت، لازم يبقى قوت. فعلشان كده المسألة إيه صارت إيه فيها محل خلاف في الفقهاء. الأحناف قال لك لا، الحيوان بيوزن موزون، يبقى ما ينفعش بمذهب الأحناف الحيوان بجنسه إلا إيه متفاضلا، ما ينفعش، لازم الوزن بالوزن، لأن عندهم كل ما يوزن والحيوان بيوزن، مش كده برضه؟ لكن الشافعية ومن وافقهم ذهبوا إلى جواز بيع الحيوان بالحيوان متفاضلا من نفس جنسه طالما حيوان لم يذبح بعد. فهمت؟ ولهم أدلة في فعل النبي هنا صلى الله عليه وسلم. وعن أبي قال حدثنا يحيى بن يحيى التميمي وابن رمح قال أخبرنا الليث حاء قال وحدثني قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال جاء عبد فبايع النبي صلى الله عليه وسلم على الهجرة ولم يشعر أنه عبد، فجاء سيده يريده فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بعنيه، فاشتراه بعبدين أسودين، ثم لم يبايع أحدا بعد حتى يسأله عبد هو؟ يبقى عبد واحد اشترى بعبدين، يبقى من جنسه إنسان وإنسان. ما هو العبد يعتبر ايه؟ مش الانسان حيوان؟ والعبد كان بيملك كما يملك الحيوان. جاء عبد للنبي صلى الله عليه وسلم بايعه على الهجرة، النبي بايعه وكان لا يعلم انه عبد، يعني حر نفسه. فبص بعدها شوية لقى سيده جاي بيقول له انا عايزه، ده العبد بتاعي، انا بيقعد يخدمني، كيف يجلس هنا في المدينة؟ انا عايز اخده انا عندي. فاهم؟ فالنبي قال له طب بعينيه بقى. النبي اراد ان يوفيه بيعته من حسن العشرة، فالنبي قال بعينيه عشان النبي يحرره ويخليه يوفي بالبيعة بتاعته ويجلس معه. فاشتراه النبي صلى الله عليه وسلم بعبدين أسودين، استبدله بعبدين أسودين، يبقى يجوز بيع الحيوان من جنسه متفاضلا. فهمت ازاي؟ ثم لم يبايع احدا بعد حتى يساله اعبد هو؟ ولا يجوز بيع العبد المسلم لايه؟ لسيد كافر، لا يجوز، لابد ان يكون سيد العبد المسلم مسلم، فلا يتملك الكافر مسلم، لان الاسلام يعلو ولا يعلى. فهم؟ لا يجوز بيع عبد مسلم إلى سيد كافر، لابد أن يكون سيده على الإسلام. المسلم ممكن يشتري عبد كافر، ممكن، لكن الكافر لا يشتري عبد مسلم.
اشتري كافر زيه حتى لا يفتنه عن ديني. فهمت؟ باب الرهن وجوازه في الحضر والسفر. ليه بيقول في الحضر والسفر؟ ايه هو الرهن؟ وثيقة بدين. ده تعريف الرهن دي. وثيقة بدين يعني بتضع شيء عند ايه؟ عند الدائن اذا كنت مدينا له حتى يضمن حقه. واضح؟ يسموها وثيقة بدين. اصل الرهن قول الله عز وجل: وان كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة. وفي قراءة: فرهن مقبوضة. وان كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا، مش كده برضو؟ فرهان مقبوضة او رهن مقبوضة جمع رهن. ابو داود الظاهري قال الايه بتقول ايه؟ وان كنتم على سفر. يبقى الرهن لا يجوز الا في السفر. بماذا؟ مين؟ ابي داود الظاهري بمقتضى الايه. فهمت بقى؟ لكن النبي رهن وهو في الحضر في المدينه، ومعلوم ان النبي مات ودرعه مرهونه عند يهودي في 60 وسق من شعير او تمر. فهمت؟ فالنبي رهن في الحضر والآية تقول في السفر. فهمت؟ دلت الآية على جواز الرهن في السفر، والسنة على جواز الرهن في الحضر. فهمت بقى المسألة؟ وعشان كده المذاهب الأربعة يجيزون الرهن في إيه؟ في الحضر وفي السفر. في السفر من الآية، وفي الحضر من فعل النبي في السنة. فهمت بقى المسألة؟ خصوصا ان فعل النبي اقوى من دليل الخطاب في الايه، لان لما يقولوا ان كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة، فدليل الخطاب في الايه يعني ان لم تكونوا على سفر، ان كنتم في حضر فلا رهان. ده دليل الخطاب اللي هو يسموه ايه؟ دليل مفهوم المخالفه. قال لك لكن مفهوم المخالفه يستدل به ان لم يكن هناك ما يخالفه من دليل اخر، لكن فعل النبي خالفه، يبقى فعل النبي اقوى من دليل الخطاب اللي هو في الايه. فهمت بقى المساله؟ كل ده بنرد فيه على الظاهريه اللي هم لم يجيزوا الرهن الا في السفر. باب الرهن وجوازه في الحضر والسفر. يبقى في الحضر من السنه والسفر من الايه. وعن ابي قال: حدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن العلاء. واللفظ ليحيى، قال يحيى أخبرنا، وقال الآخران حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت: اشترى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من يهودي طعاما بنسيئة. طعام إيه؟ بنسيئة، يعني بأجل. فأعطاه درعا له رهنا. يبقى النبي رهن وكان النبي في المدينة. طب وليه اشترى من اليهودي صلى الله عليه وسلم؟ لأن النبي لو اشترى من مسلم قد يخجل المسلم أن يطالب النبي بالثمن، والنبي لا يحب أن يكون لأحد منا عليه. فاستعان فاشترى من اليهودي لأن اليهودي لا يخجل من مطالبة الثمن. واضح؟ ويبين أيضا جواز معاملة الذمي مع وجود المسلم، زي ما بيقولوا الوهابية، إن لو كان بقى في واحد ذمي واحد مسلم يبقى يحرم إنك تتعامل مع الذمي. لا، يجوز تتعامل مع الذمي مع وجود المسلم، لأن يمكن أخوك المسلم يستحي إن يطالبك بحق، لكن لما يخالف ليك الدين ما يستحيش، وانت لا تريد انك انت تاخذ شيء بسيف الحياء، لان ما اخذ بسيف الحياء فهو حرام. يقوم الواحد لما يتعامل مع واحد غريب عن دينه يبقى ضامن انه ايه؟ مش هيستحي منه انه يطالب بحق. فهمت؟ هكذا كان النبي لا يحب ان ايه؟ يجعل انسان يستحي من مطالبة حقه، فكان لا يطلب من المسلمين ولا يتعامل معهم في امر ليس فيه نقد
لكن لما يبقى في اجل يتعامل مع مين؟ مع اليهودي، لانه ما كانش معاه سيوله ساعتها، اموال يعني، فاشترى ورهن الدرع. ويجوز رهن السلاح عند غير المسلم المحارب، غير المسلم المحارب. فهمت ازاي؟ برضه ده تستدل بيه، لو كان واحد ما بيحاربناش وهو غير مسلم، يجوز ان انا ارهن السلاح عنده لانه لا يستعمله لي، لكن لا يجوز رهن السلاح عند المحارب، عند مسلم محارب، لانه قد يستعمله في في قتل المسلمين. لكن لا يجوز بيع السلاح للمحارب وللكافر. لا يجوز بيع السلاح للمحارب ولا للكافر. ليه؟ لانه قد يستعمله للمسلمين. وبالتالي الوقت كل اللي بيبيعوا سلاح للجماعه اللي هي الفرق اللي طالعه دي، خوارج قاعده بتضرب في المسلمين وسايبه اليهود، كل دي تجاره حرام 100%، سحت. ولهم يعني اثم في كل دم يراق بهذه الاسلحه التي تباع. والوقت تجاره السلاح بقت منتشره، ولا يعني وسطاء كثيرين، ويمكن بيكسبوا بيها اكتر ما بيكسبوا في تجاره المخدرات الان. وهم لا يعلمون ان هذه التجاره من اشد التجارات حرمه في هذا العصر، لان هذا السلاح يستخدم في اراقه دماء المسلمين. فهذا لا يجوز. وعن ابي قال: حدثنا اسحاق بن ابراهيم الحنظلي وعلي بن خشرم قال اخبرنا عيسى بن يونس عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت: اشترى رسول الله صلى الله عليه وسلم من يهودي طعاما ورهنه درعا من حديد. وده يدلك على أن النبي كان يخفي حاله عن أقرب الصحابة إليه، لأن لو الصحابة عارفين أن بيت النبي ما فيهوش طعام ما كانوش هيسكتوا، كانوا هيدوله حتى هدايا. ده كان زوج بنته عثمان بن عفان تاجر كبير وعنده أموال ومخازن، فدليل ان حتى اقرب الناس الي زوج بنتي زي سيدنا عثمان ما كانش يعرف خصوصياتي داخل بيت النبي. كان يحب ان يخفي حاله صلى الله عليه وسلم عن اقرب الناس اليه. من استغنى اغناه الله، ولا يظهر فاقته لاحد الا لربه. ودي برضه هي من اخلاق النبي التي لابد انك انت تتخلق بها. فلا تظهر فاقتك الا الى ربك، ولا تظهر احتياجك لاقرب الناس اليك. من استغنى أغناه الله، من استغنى عن الخلق أغناه الله، ومن افتقر للخلق أفقره الله. دي كلها سنن نبوية شريفة لازم نراعيها في حياتنا، إن الإنسان لا يظهر فاقته للخلق أبدا. تظهر فاقتك لربك، هو بس اللي يعلم أحوالك. فهمت؟ وعن ابي قال: حدثنا اسحاق بن ابراهيم الحنظلي قال اخبرنا المخزومي قال حدثنا عبد الواحد بن زياد عن الاعمش قال: ذكرنا الرهن في السلم عند ابراهيم النقعي، فقال حدثنا الاسود بن يزيد عن عائشه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي طعاما الى اجل ورهنه درعا له من حديد. وعن ابي قال: حدثناه ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا حفص بن غياث عن الاعمش عن ابراهيم قال حدثني الاسود وعن عائشه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله ولم يذكر من حديد. باب السلم. ايه هو السلم؟ السلم يسموه السلف. السلم والسلف هو اشتراء او شراء شيء موصوف في الذمة مع دفع الثمن مقدما. ده السلم، يعني تدفع ثمن الشيء والشيء مش موجود بس موصوف في الذمة ويجي لك بعد اجل. فهمت ازاي؟ ده السلم. بخلاف البيع بالاجل. البيع بالاجل بتاخد المبيع وتدفع الثمن بعدين. لا، السلم العكس، تدفع الثمن حال وتأخذ المبيع بعدين. فهمت بقى ازاي؟ بس بشرط ان يكون هذا المبيع لانه غائب. انك انت السلم اصلا حرام، لكن رخص فيه النبي رخص، لان النبي قال: لا تبع ما ليس عندك، مش كده برضو؟ او لا تشتري الغائب،
لكن النبي أجاز استلم لعموم الحاجة فهو رخصة، لأنه من حيث الدليل هو حرام، فيبقى جاء على خلاف الدليل، وكل ما جاء على خلاف الدليل لعذر يسمى رخصة. هو ده تعريف العذر، الرخصة، الرخصة ما كان على خلاف الدليل لعذر، فاهم؟ فالسلم الدليل يقول ده حرام، لأن السلم بتشتري شيء موصوف في الذمة، يعني غير موجود غير حاضر، يبقى ده حرام، الدليل بيقول كده حرام، لأن يعني النبي بيقول لا تبع ما ليس عندك، مش كده برضو؟ لكن النبي أجازه، أجازه على خلاف الدليل لرفع الحرج عن الأمة تيسيرا للتعامل مع الناس، فاهم؟ بس لما أجازه النبي قيده، لابد أن يكون موصوف، فهمت بقى؟ لابد أن يكون موصوف بكمال الوصف من حيث القدر والوزن والنوع والعدد، يعني موصوف يعني ايه؟ يعني بالعدد في المعدود، وبالزرع في المزروع، وبالكيل في المكيل، وبالوزن في الموزون، وبالجنس والنوع. لازم الجنس نوعه ايه كمان؟ تمر. طب وتمر من اي نوع؟ فهمت ازاي؟ لازم. وكام كيلو؟ قد ايه؟ ومكان التسليم ووقت التسليم، كل ده لازم كمان نتفق على موعد التسليم ومكان التسليم ونوع ما يستلم وجنس ما يستلم وكيل ما يستلم. شوف قد ايه كل دي قيود. ليه؟ لانه ماشي على خلاف الدليل، فطالما ماشي على خلاف الدليل لعذر يبقى لابد ان هناك تكون قيود بقى عشان تمنع الغرر الزائد، فاهم؟ يبقى السلم بيع موصوف بالذمه لاجل، فهمت ازاي؟ مع تقديم الثمن، يدفع الثمن في الاول، يسموه السلم ويسموه السلف في كتب الفقه بالميم والفاء. وعن ابي قال حدثنا يحيى بن يحيى وعمر الناقد واللفظ ليحيى، قال عمرو حدثنا، وقال يحيى اخبرنا سفيان بن عيينة عن ابن ابي نجيح عن عبد الله بن كثير عن ابي المنهال عن ابن عباس قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في الثمار. شوف يسلفون اللي هو السلم برضه، يسلفون يعني يسلمون في الثمار السنة والسنتين، فقال من أسلف في تمر فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. شفت بقى القيود؟ يبقى قيد لأنه على خلاف الدليل، وعشان كده قالوا ان الرخصة لا يقاس عليها، الرخص لا يقاس عليها، لان الرخص على خلاف الدليل العذر فلا يقاس على الرخص. وعن ابي قال حدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا عبد الوارث عن ابن ابي نجيح قال حدثني عبد الله بن كثير عن ابي المنهال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس يسلفون، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من أسلف فلا يسلف إلا في كيل معلوم ووزن معلوم. وعن أبي قال لأن لو كان هيبقى تمر بتمر، يعني أنا هاخد منك الوقت هدي لك تمر الآن 10 كيلات تمر وهاخدهم منك 10 زيهم بعدين، فهمت ازاي؟ ما ده في مشكلة، لأن ده تمر بتمر، ده هنقع في ربا مفيش قبض تقابض ولا حلول، ده دخلنا في الربا، الا ان النبي اجازه في السلام، يعني يمكن في عله الربا والنبي يجيزه زي ما عمل في العرايا، فاكرين العرايا فيها عله الربا، وبالرغم من كده اجازه النبي لعموم الحاجه تيسيرا على الامه. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم في سنته يسر على امته لئلا يجعل عليهم في الدين من حرج، وليحل لهم بعض الذي حرم عليهم، لأن ديننا دين فيه سماحة، والسماحة ظهرت في الرخص الكثيرة التي رخصها النبي لأمته، والرخص هي كل ما كان على خلاف الدليل لعذر. وعن أبي قال حدثنا أبو كريب وابن أبي عمر قال حدثنا وكيع حاء قال وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي كلاهما عن سفيان عن ابن أبي نجيح بإسنادين مثل حديث ابن عيينة يذكر فيه إلى أجل معلوم. ونقف على باب تحريم الاحتكار في الأقوات غدا إن شاء الله.
اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم يسر أمورنا، استر عيوبنا، بلغنا مما يرضيك آمالنا، وفقنا ربي وسائر المسلمين لما تحبه وترضاه يا رب العالمين. اللهم بلغنا رمضان وأعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك وعلى الصيام والقيام وتلاوة القرآن، وتقبل ذلك منا رب العالمين. وآمنا ونحن وسائر المسلمين في بلادنا وسائر بلاد المسلمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك وكما تحب وترضى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.